صباح الخير على كل مشاهدينا، صباح مليء بالخير والأمل والعمل إن شاء الله. تطوير المناطق التاريخية جزء من الاهتمام اللي أولته الدولة في المرحلة الحالية بالعملية السياحية وبالآثار بشكل عام في مصر، خاصة في القاهرة القديمة داخل مصر، وده كان له أثر كبير جدا على ازدهار حركة السياحة داخل القاهرة، وإن بقى في حركة في الأثر السياحي بشكل مستمر، وفي آثار ما كانتش معروفة للناس أصبحت متروقة والناس بتروح لها وبتسأل عنها. من ضمن هذه الآثار وفي إطار عملية الترميم والتجديد للمناطق التاريخية في القاهرة القديمة والفاطمية، ترميم سبيل رقية دودو بالدرب الأحمر، وده اللي احنا هننتقل إليه دلوقتي لمتابعة التجديدات وإلى أين سارت عملية الترميم مع الزميل أشرف مبارك. أشرف صباح الخير، يا ترى ممكن تطلعنا على أهم ما تم في سبيل رقية دودو من عمليات ترميم وتطوير المنطقة؟ تحياتي لك ماجدة، برحب بك من منطقة سوق السلاح وتحديدا يعني منطقة الدرب الأحمر. هذه المنطقة التي تعج بالمناطق الأثرية، يمكن هناك مناطق أثرية كبيرة في تلك المنطقة وهي يعتبر غير مستغلة. هناك يعني هذه المنطقة تقع ضمن مشروع تطوير القاهرة التاريخية التي تعتزم الدولة يعني تطويره خلال المرحلة القادمة. يعني هناك نحو 100 مبنى أثري تم تطويرهم في السنوات نظام معين يتم بنائه، يعني سهريج تحت الارض، والدور الاول عباره عن شبابيك للتسبيل التي يتم منها سقي المره او عامه الشعب، بالاضافه الى الدور الثاني من هذا السبيل وهو عباره عن كتاب. الحديث اكثر حول تفاصيل هذا السبيل وايضا الزخارف والرسومات الهندسيه المتواجده على واجهات السبيل معي الاستاذ ناجي حنفي، وهو مدير عام اثار مناطق جنوب القاهره. استاذ ناجي برحب بحضرتك على شاشه الاخبار، عايزين نعرف الى اي مدى هذا السبيل كان له اهميه في العصر العثماني. يمكن سبيل رؤية دودو دوت تم إنشاؤه، أنشأته بدوية بنت شاهين سنة 1174 على روح ابنتها رؤية دودو. يمكن يعتبر هذا السبيل دوت ثالث الأسبلة العثمانية الباقية التي أنشئت على روح امرأة، زي يعني عندنا مثال سبيل أم عباس، سبيل نفيسة البيضة. يمكن لو قلنا مين بدوية، بدوية دي بنت شاهين كتخدة عزبان، وهو أحد القادة في الفرقة العثمانية اللي كانوا بيهتموا بحفظ النظام وإدارة البلاد. يمكن السبيل دوت يعتبر عن النظام العثماني المتمثل في الواجهة المقوسة. طبعا لو تكلمنا عن تطور الأزبلة العثمانية، يمكن بدأت ظهور الأزبلة العثمانية في ربوع مصر المحروسة منذ العصر الأيوبي سنة 1111. هذه الأزبلة العثمانية أو الأزبلة الأيوبية تطورت بعد كده هوت في العصر المملوكي والعصر العثماني، فكانت هذه الأزبلة منتشرة في ربوع مصر المحروسة في جميع الطرق. كان نلاحظ أن ما فيش شارع في مصر المحروسة كان يخلو من سبيل أو كتاب. وطبعا يمكن السبب الرئيسي في انشاء هذه الازبله هو كان السلاطين والامراء كانوا يتوددوا الى الله، وهي لبس روح الخير والتكافل الاجتماعي بين الفقراء وبين الاغنياء، فكان كل واحد بيخلي الذكرى وكان يتقرب الى الله بانشاء سبيل او كتاب في حي او في ربع من ربوع القاهره المحروسه. طبعا لو احنا اتكلمنا بصفه عامه عن الازبله وتكوينها، السبيل بيتكون من ثلاث اجزاء. الجزء الاول هو السهريج اللي بيوجد في تخوم الارض، يعني عباره عن حفره في باطن الارض مبطنه بماده الخافقة، وكان بيتم فيها تخزين هذه المياه، ووجد بها فتحه، هذه الفتحه مغطاه بطبقه او بجزء رخامي يعلو هذه الطبقه او الجزء الاولاني، وهو حجره التسبيل. وحجره التسبيل اهتم المعماري بزخرفتها وزخرفه ارضيتها بالزخارف الرخاميه، واهتم بزخرفه برضو اللي هو الاسقف بتاعتها بالزخارف النباتيه والزخارف والايات القرانيه والذات الكتابات القرانيه. برضو كان يوجد في جزء اساسي هو الشزروان، وهو الشزروان الخاص بعملية تنقية المياه وتبريد المياه.
ده الكاميرا استعرضت بعض الرسومات الموجودة على شبابيك التسبيل، الرسومات والكتابات اللي موجودة دي بتدل عن ايه او ايه العبارات اللي بتبقى مكتوبة دايما على الاسبيل؟ يعني احنا سبيل رؤية دودو دوت على انشئ على الطراز العثماني، وهو بيتكون من الشكل المقوس المغطى ببعض الشبابيك ذات التغطية النحاسية، يمكن هو مكون من ثلاث شبابيك تغطية نحاسية. اهتم المعماري بزخرفة هذه التغطية النحاسية ببعض الزخارف النباتية أو عبارة عن مزهرية، هذه المزهرية بيتفرع منها بعض الفروع النباتية المتداخلة مع بعض ويوجد بها بعض الأنصاف الورقة وبرضو بعض الزهور وبعض الكتابات موجودة على هذه الواجهة، وهي كنص تأسيسي لرقية دودو اللي هو توفي اللي هي أنشئ هذا السبيل على روحها سنة 1174. يمكن بعض هذه الزخارف موجودة بعض البلاطات الخزافية ذات الزخارف النباتية وبعض الكتابات، يعني هنا في بعض الكتابات مكتوب بها بسم الله البسملة ما شاء الله ما شاء الله مقررة ثلاث مرات، وفي بعد كده اللي هو نص الإنشاء اللي هو سنة 1174. ممكن نستغل هذه المناطق الأثرية التي توجد بكثرة في منطقة مصر القديمة والقارة التاريخية؟ طبعا هنا رقية دودو دوت هو هذا السبيل ده كان من ضمن مشاريع إحياء 100 أثر اللي هي القارة التاريخية تحت رعاية وزارة السياحة والآثار. طبعا احنا يمكن الشارع دوت زاخر بمجموعة من الآثار، من بداية هذا الشارع بوابة منجق، نخش بعد كده على مسجد الجاك اليوسفي، ثم بعد كده سبيل اللي هو سبيل مصطفى سنان، ثم رقية دودو، ثم بعد رقية دودو هنا سبيل تاني اسمه حسن كلكليان، ثم واجهة حمام بشتاك. طبعا الوزارة وزارة السياحة والآثار اهتمت بإحياء هذه المجموعة الأثرية الجميلة ذات الزخارف وذات الطابع العثماني في بإحياء وعملية ترميم شامل لهذه المجموعة. طبعا احنا يمكن خطة وزارة السياحة والآثار هو إعادة توظيف هذه الآثار وفتحها للزيارة وإعادة استغلالها مرة أخرى، طبعا لأن استغلال الأثر هو بيعمل عملية إحياء كامل لهذا الأثر، فده توجيه لوزارة السياحة والآثار. يمكن احنا الفترة اللي احنا فيها حاليا دلوقتي في آثار كتير جدا بيتم عملية استثمار لها واستغلال لها وتوظيف لهذا الأثر لإحياء هذا الأثر مرة أخرى. بشكر حضرتك جدا أستاذ ناجي حنفي. ماجدة، يعني احنا شايفين هذا الشكل الجمالي المعماري الرائع، يعني هذا الشكل يمكن محتاجين احنا نستغله خلال الفترة القادمة، وأيضا الآثار الأخرى الموجودة في هذه المنطقة مهمة جدا. يمكن كنت بتحدث مع الأستاذ ناجي قبل هذا الهواء عن ضرورة يعني وجود تذاكر أيضا لاستغلال هذه الأماكن ضمن يعني تذاكر موحدة لمثلا منطقة سوق السلاح، أيضا منطقة القاهرة التاريخية، بحيث يتم أيضا وجود عائد لوزارة السياحة والآثار تستفيد منه في ترميم المواقع والمناطق الأثرية. أشرف مبارك مراسل النيل، شكرا لك على هذه المتابعة لعملية الترميم والتجديد لسبيل رقية دودو بالدرب الأحمر. في متابعات أخرى إن شاء الله نتابع كل ما يتم في القاهرة الفاطمية من تجديدات بتهم المواطن أنه يظهر ويبان هذه التجديدات ويزورها بشكل في مكثف في الفترة القادمة للتعرف على تاريخه وحضارته. فصل قصير مشاهدينا، عودوا إلينا لمواصلة الحوار أو تحديدا لبدء الحوار.